اسمي هناء ناصري، اليوم مشاركه كعارضه ازياء في مهرجان قفطان البوغاز. هاد اللباس اللي كتشوفوا دابا تخليله من ابداع المصممه شيماء، تبارك الله عليها، كلشي عندها غزال كيحمق. السلام عليكم، معكم حنان السبتي، فنانة مدينة طنجة. كانت المشاركة ديالي اليوم في مهرجان قفطان البوغاز. كنشكر الناس المنظمين على هذا المهرجان هذا وعلى الدعوة ديالهم. الحفل داز في واحد لو باساج ديالي بليتو داز في واحد الجو زوين بزاف، واستمتعت مع الجمهور، الجمهور تفاعل معايا. كنشكر الجمهور الطنجاوي والجمهور المغربي بصفة عامة على التجاوب ديالو مع الفنانين الشباب. كان الباساج ديالي غنيت اغاني ديالي خاصه بيا وغنيت ديكوفر ديال الفنانين اللي تيعجبوني. كنتمنى ان شاء الله انني نتلاقى مع الجمهور هذا مره اخرى، ويكونوا ان شاء الله حفلات ومهرجانات اللي ان شاء الله نجمعوا فيها ونكونوا نقدموا الجديد. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.